السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم برنامج الشباب والانترنت جينيراسيون نيوز. مواضيع ثقافيه سياسيه اجتماعيه وحتى اقتصاديه من خلال رؤى مختلفه من خلال فقرات متنوعه. كما كتعرفوا الشباب اليوم هما صناع القرار ديال غدا. هادشي علاش كنعطيوهم كلمه اليوم قبل من غدا. فاذا بغيتوا تكتشفوا المواضيع اللي معنا والضيوف اللي معنا خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد. اليوم كالعاده في جينيراسيون نيوز نناقشوا جوج مواضيع. الموضوع ديال النقاش الرئيسي ديال حلقه اليوم يكون حول اسباب ديال الحوادث ديال السير السوغان ديال المغاربه والسلامه الطرقيه. اما الموضوع الثاني او الموضوع 2.0 مع خالد ومع فقره قولوا بوز يكون حول الرقابه والرقابه الذاتيه على انترنت والمواقع ديال التواصل الاجتماعي. هادشي كامل من خلال الاراء وتجارب ضيوف الحلقه اللي نتعرفوا عليهم. دابا نيت مع اول ضيف اللي على يميني اللي هو البطل مهدي بناني. مرحبا بك. الله يبارك فيك. صافا كي داير؟ صافا الحمد لله. اش من خبار؟ فين وصلتي؟ بيانتو ان شاء الله شامبيون دو موند ولا مازال شويه؟ ايوا ان شاء الله حنا غاديين في الطريق. هذا العام ان شاء الله تنوجدوا باسكو دزت بيلوت اوفيسيال مع هوندا، دونك ما بقيتش مع لا ماركا الموند بي ان دبليو في. دونك ليكوري اللي هي بطل العالميه ديال 2013 باش ان شاء الله يكون عندنا طموح كبر ان شاء الله في 2014. ونخرتي اكثر واكثر في السلامه الطرقيه كذلك. اكزاكتومون. دونك انا سفير في الوقايه ديال حوادث السير. دونك جو بونس كو اللي تيكون قريب بزاف لهادشي ديال حوادث السير والسياقه هو اللي تيكون زعما ان بيلوت دو كورس اوتوموبيل. باسكو حنا اللي سي فري كو انا تندير سرعه كبيره ولكن عندنا دي ريغلومونطاسيون تنديروها في حلبه مغلقه. عندكم قانون السير واحد اخر انتم؟ عندنا قانون السير وتنعرفوا كيفاش زعما كل حاجه كومون لا بروندغ زعما كل حاجه بالخطر ديالها. وعندنا بزاف ديال ريغلومونطاسيون اسويغ. دونك حنا اللي قراب بزاف للخطوره نتاع السرعه. مازال غادي نهضروا على الاخطار ديال الطريق والاحترام او عدم احترام قانون ديال السير في المغرب بطبيعه الحال. معنا كذلك احمد. شكون هو احمد؟ احمد الشرقي كيعيطوا لي حماده اسم فني زعما صحفي بالقناه الالكترونيه شوف تي في وفوكاي. مرحبا. مرحبا بك احمد معنا. قبلت احمد كاينه فاطمه زهره. شكون هي فاطمه زهره؟ السلام عليكم. فاطمه زهره بيسبيس فورماتريس في مدرسه السياقه المغربيه من مدينه القنيطره، كذلك عضو في الجمعيه المغربيه للتربيه الطرقيه بمدينه القنيطره. وفاش كيتجلى هذا لو فيت انك فورماتريس في هذه المدرسه؟ زعما شنو كتقري بالضبط؟ شنو كتعلمي بالضبط؟ بيان سور اون جينيرال كنهضروا على السلامه الطرقيه وكنقوموا بحملات تحسيسيه لفائده جميع مستعملي الطريق وخصوصا الاطفال لانهم اللي كيكونوا اكثر عرضه لحوادث السير. كنتنقلوا المدارس وكنقوموا بحصص وحملات تحسيسيه باش كننبهوهم لهاد المخاطر اللي كيلقاو في الطريق. مرحبا بك. غادي نهضروا في هذا الشيء كامل باكثر تفاصيل بطبيعه الحال. معنا كذلك حاتم صحيمي. من هو حاتم صحيمي؟ حاتم صحيمي 28 سنه من مدينه القنيطره، مكون في مجال السلامه الطرقيه. وعندك واقيلا اوتو ايكول في مدينه القنيطره؟ ماشي واقيلا، عندك اوتو ايكول في القنيطره. اكيد. مرحبا بك حاتم معنا. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع ونبداو النقاش ديال اليوم كنبداو دائما بواحد الفقره اللي هي كود كور ويب وكود جول ويب. هذه السيمانه اختارينا لكم كود جول اللي هو في نفس الوقت كود كور. علاش؟ لان مثلا في النورفيج اختاروا ان كاع المنتوجات ولا الاصدارات الادبيه ديالهم كاع لا ليتيراتور ديال النورفيج تكون اون لين، تكون على انترنت وتكون ديسپونيبل على شبكه الانترنت. وهادشي كامل فابور كيخدموا هما على هذا المشروع. هو مشروع من هنا ل 2017 تكون كاع لا ليتيراتور ديال النورفيج ديسپونيبل غراتويتمون و اون لين. كيحاولوا يسينيو دي اتفاقيات وشراكات مع لي زوتور ومع لي ميزون ديديسيون باش تكون هذه القضيه ممكنه. علاش هي في نفس الوقت كود كور وفي نفس الوقت كود جول؟ لانه مزيان اننا نلقاو لي زارشيف ديالنا مثلا ولا لي زارشيف ديال الادب المغربي ولا الادب النرويجي. مثلا شي اصدار اللي ولا شي كتاب اللي كان في 1900 ولا في 1950 لقاوه ديسپونيبل اليوم في 2014 على انترنت، ولكن خايب بالنسبه لحقوق المؤلف، لان في بلاصه ما تبيع الكتاب ديالك وتربح منه شي حاجه ديال الفلوس فكتلقاه غراتويتمون على انترنت. شنو بان لكم في هذه القضيه؟ واش ممكنه ولا ممكن تصوروها في المغرب كاع الادب المغربي يكون ديسپونيبل وغراتويتمون على انترنت شي نهار؟ تفضل. هي فكره جيده اسامه، مزيانه تكون لا ليتيراتور ماشي غير ماروكان ولا مثلا المغربيين تكون مجموعه في واحد كيف قلتي في واحد، ولكن كتضر كيف ما قلتي المبدع ولا الكاتب ولا الاديب
فهو كيضر فهمتني. هو ديجا مضرور لان كيف كنعرفوا الله يحسن العوان كتكتب كتاب ما كيتباعش ولا هذا ضعف المقرؤيه هذا الشيء هذا موضوع اخر ولاني غادي يضر بزاف الاديبه ولا الكاتب ولا الكرياتور ديال داك انا يمكن نقولوا سلاح ذو حدين فوالا ما دبناناش بالك في الادب ديال النرويج شنو قال دونك عنده الحق باسكو انت مزرات شي اضافه انا متفقه مع هو من الناس غادي تضر الكاتبين وداك الشيء ولكن اوميم طون ما نساوش باللي ان كاع لا جينيراسيون ديال دابا ما كتقلبش انها تمشي في المكاتب وتقلب على الكتابه كيف ما قلتي كانت تصدر في 1900 ولا 1800 ولكن كيستعملوا الانترنت بزاف يعني في هذه الحاله هذه يعني غير سول طاب بحال هكا غادي يحطوا الاسم ديال الكاتب ولا شي حاجه كطلع لهم مثلا لا ليست ديال ديك الكتابه دونك ما كاينش ما اسهل من هذا الشيء يعني غادي يسهل لا ريشيرش على الناس كاملين ملي لا بيبليوتيك ناسيونال دو فرانس لا بي ان بي لقات ان النرويج داروا هذه المبادره حتى هما بداو كيبادروا كيسارعوا باش يديروا نفس الحاجه ولكن هما ما يديروهاش فابور يديروها تو باي شي حاجه وعاد تو اكسي لهذه الاصدارات الادبيه هذا كان بالنسبه للكود كور وبالنسبه للكود كول ديال هذه السيمانه دابا غادي ندخلوا للموضوع الرئيسي ديالنا اللي جينا عليه اللي هو الطريق والسوغان ديال المغاربه وقبل ما نلونسيو لو زابينغ اللي دائما كنفتتحوا به وكنبداو به النقاش ديال جينيراسيون نيوز نسولكم على مثلا كيفاش كتشوفوا السوغان ديال المغاربه في كلمه وفقط في كلمه واحده مهدي بناني في كلمه واحده اون اميلوراسيون الحمد لله غادي هادشي غادي في طريق زوينه السوغان ديال المغاربه في تطور في تطور بالنسبه لاحمد شنقول لك كارثي على ما كنشوفوا كارثي لان النسبه ديال فوالا ان بكل موضوعيه بكل منطقيه النسبه ديال كارثي فوالا ان سلوكاتنا خصنا الا كان الا كان السوغان ديال المغاربه كارثي السوغان في الهند ولا في دول اخرى كي داير لا حنا دوين علينا حنا الحاله ديال المغرب يعني راه النسبه غاده وكتكثر ديال القتله اللي تيطيحوا كل نهار بالنسبه لفاطمه الزهراء هو بالنسبه للسياقه ديال المغاربه هي سياقه غير مسؤوله لان ما كناخذوش واحد المسؤوليه تجاه الناس اللي كنبارطاجيو معاهم داك الطريق بالنسبه لحاتم فالسياقه ديال المغاربه فخصها شويه ديال التغيير وما نحطوش مسؤوليه على السائقين بوحدهم نحطو مسؤوليه على حوايج اخرى حتى هي اللي غنناقشوها ان شاء الله في انا نهضروا على الدور ديال كل واحد المسؤوليه ديال كل واحد هادشي كامل من خلال الحوار مفتوح شفنا السلامه الطرقيه والسوغان ديال المغاربه في كلمه واحده دابا غادي نتفرجوا في هادشي كامل في هاد الزابينغ أن المجتمع المغربي هو مجتمع انتقالي وأظن أن المؤشرات المجتمعات الانتقالية تكون دائما تعيش حالة من البحث عن الهوية والبحث عن الذات سواء تعلق الأمر بالمسألة ديال احترام القانون واحترام الضوابط القانونية أو تعلق الأمر بالمسألة ديال التربية والبنيات التربوية غادي من كرما ولادو اسكت اسكتي وراه مورك بالصوره راه غادي ما عنده وقت موالف اسباب مختلفه ومتنوعه كتؤدي لوقوع حوادث سير بالمغرب لكن الخسائر كتبقى دائما واحده وموحده أعاني من كسور على مستوى الذراع والحوض وكذا الأسنان سيارة جاءت بسرعة من الجانب الأيمن وصدمتنا من الجهة التي كنت أجلس فيها على ما أعتقد واحد سيد جارنا عنده إيركات من السقفاتي كي السرعة تقتل أش من سرعة عندك الشريف كتدور مع الدورة كيتحلوا البيبان بربعة كتهز طابيت تشوف الأرض كثرة حوادث السير التي من أسبابها تهور السائقين عدم احترام قوانين السير نرجسية السائقين في بعض الأحيان السائق اللي كيشرب ما كيقدرش خطوات اش كيدير ولا السرعة اللي غادي بها ردة الفعل ديالو كتكون ثقيلة كيولي خطار على راسه وعلى الناس اللي راكبين معاه وعلى الناس الاخرين
شفنا إذن وجهة نظر مختلفة، رؤى متنوعة على الموضوع ديال اليوم، حوادث السير والوعي في الطريق. ما تنساوش حتى نتوما يمكن لكم تفاعلوا معنا، تواصلوا معنا، تكتبوا لنا على الصفحة ديالنا في فيسبوك اللي هي جينيراسيون نيوز. جينيراسيون نيوز هي الصفحة ديالنا فيسبوك، كتبوا كاع لي كومونتير كنقراوهم، وفيدونا بوجهة النظر ديالكم والاقتراحات ديالكم والملاحظات ديالكم على الموضوع ولا على ليميسيون عامة. وما تنساوش كاينين كذلك حنايا في تويتر، تفاعلوا معنا وكتبوا لنا، كنتسناو لي تويت ديالكم عبر التويتر وعبر الهاشتاغ جينيراسيون نيوز. اول سؤال كنبداو به ليميسيون، كنبداو به النقاش، هو شنو هي الصوره او الكلمه اللي طارت الانتباه ديالك مهدي بناني في هذا الزابينغ؟ هادشي شفنا غير الاغلط، ولكن عاوتاني ما شفناش الحاجه الزوينه عاوتاني اللي قدو زعما الناس عاوتاني يديروها في السوقان باش. ولكن الاغلاط سي فغي تنضحكوا عليهم وتنشوفوهم، ولكن عاوتاني واحد عاوتاني يشوف عاوتاني راسو هو الاول، زعما الواحد يدير بلاصه هذاك اللي غيقطع، يدير بلاصه هذاك اللي غيسوق. خصنا كنا بيان سور، راه مع البارفي ما كاينش في اي بلاد، اي بلاد تمشي تسمع الكسايد كاينين كثار، راه في اي بلاصه تشوف. بحال دابا انا جو سوسي سفير في رود سيفتي اللي هي الوقايه من حوادث السير عالميه ديال لا افيا ديال لا فيدراسيون انترناسيونال اوتوموبيل، وكاين شي بلايص اللي كثر بزاف على المغرب. ولكن شوف المغرب شنو تجيو مع ثاني كونفورماسيون، شوف المغرب لي كومبان اللي كاينين اللي تاثروا على الواحد، بحال ديك لا كومبان اللي درنا ديال 5 كيلومتر في الساعه. دونك شفنا الاغلاط وي، بغينا نشوف عاوتاني الحاجه عاوتاني زوينه اللي كان بين الفرق ديال هذه عامين مع هذه الاعوام التاليه. دونك ما نشوفوش غير الحاجه الخايبه، نشوفو حتى الحاجه الزوينه. ما كاينش غير سوقان غير مسؤول، كاين سوقان مسؤول كذلك. كاين عاوتاني ناس اللي كيحترموا واعيين، اللي ولات نشوفوا في لوطوغوت ناس تيحترموا قوانين السير، تيحاولوا يبقاو في الجهه ديالهم. كاين لي زونفون دابا اللي ولاو تياثروا على لي بارون، تيقولوا لهم شوفوا راه درنا واحد لا كومبان 5 كيلومتر في الساعه اللي زايد راه مكلات قتل، دونك تيوليو يوعوا لي بارون ديالهم. زعما نشوفوا حتى هذا المنظر عاوتاني الزوين، ما نشوفوش غير الحاجه بور مو. بالنسبه لاحمد شنو شفتي معنا في هذا الزابينغ؟ يعني عوض نقولوا شنو الحاجه اللي سارتنا في هذا الزابينغ، نقولوا شنو الحاجه اللي ما الماتناش في هذا الزابينغ. يعني الصور الكامله اللي شفنا تقريبا صور مؤلمه، وكيبروا العباره اللي قلت بان السوقان ديالنا كارثي. فالنسبه الكبيره ديال الاسباب في حوادث السير هي العنصر البشري، عنصر بشري. يعني ما نقولوش الطرقات، نقولوا الحاله الكارثيه وداك الشيء، ما نقولوش قانون السير ولا شي حاجه. فالعنصر البشري، حنا كسائقين وكراجلين وكمستعملين الطريق، حنا لا فوت فينا كيف ما قال سي مهدي فالسلوكات ديالنا. وفي العالم كامل ماشي غير حنا، غير حنا واقيلا بالنسبه اقل على ما اظن، نسبه اكثر على ما اظن. بالنسبه لفاطمه الزهراء، الوغ لسه الانتباه ديالي هو ديك الكلمه اللي قال ما عندوش الوقت. الوغ هذا هو المشكل ديال المغاربه، هو ان دائما زربان، دائما باغي يوصل مثلا الخدمه ديالو، خايف لا يتعطل الى اخره، دونك ما عندوش الوقت. الوغ في هذه الحاله هذه هي السلوك ديالو كيكون عدائي في السياقه اللي كيخليه كيتسبب في حوادث ديال السير اكثر. وخا نعاودوها وما غاديش نعاودوها بما فيه الكفايه، اللهم نوصلوا معطلين ولا ما نوصلوش كاع. تفضل حاتم. لا فيديو اللي ثارت الانتباه ديالي هو ذاك مول سونتر اللي حرق علامه قف. حنا دائما مستعمل الطريق خصو يكون عنده رخصه ديال السياقه. حنا كنعرفوا بان كاين واحد الخلل في القانون، هو اصحاب الدراجات الناريه اللي تيكونوا قل من 50 سنتيمتر كوب ما يحصلوش على رخصه السياقه. يعني القانون مأهلهم باش يسوقوا في الطريق بلا ما يعرفوا لا قانون السير لا حتى شي حاجه. يعني داك مول سون تروا الا كون كان مشى لمدارس السياقه وحصل على تكوين في قانون السير وعرف القانون، ما تنضرش بانه غادي يحرق هذاك. ولكن كنشاهدوا بزاف ديال الامثله اللي مشاو للمدرسه ديال التعليم السياقه وعندهم رخصه السياقه، ولكن السوقان ديالهم على قد الحال. علاش السوقان ديالهم على قد؟ لان ما نعطيوش، انا بحال اللي قلت قبيله، ما نعطيوش التهمه للسائق بوحده، لان السائق تيدوز في اختبار، عده اختبارات، اختبار في القدرات والسلوكات اللي ممكن باش يسوق بها في السياره ديالو، تيكون تيدوز اختبار في الميكانيك، في الاسعافات، في قانون السير. ولكن ملي تيخرج للطريق تلقى واحد الفوضى في الطريق. يعني هو داك السلوك اللي خدا في المؤسسه ديال تعليم السياقه ما تلقاهش على الطريق، اللي يقدر يكون مونك ديال لا سينياليزاسيون، يعني مونك ديال التشوير الطرقي، يكون بحال هاد السائقين المتهورين ديال هاد الدراجات الناريه اللي ما عارفينش قانون السير. يعني تلقى واحد الفوضى، فتا هو ما تبقاش عنده داك السياقه المواطنه ولا العقلانيه، وتيولي حتى هو داخل معاهم في الفوضى. نبقى معك قبل ما ندوز عند احمد والفكره ديال احمد. مثلا كلنا كشباب اللي تعلمنا نسوقوا في لوطو ايكول، كان المونيتور
المعلم ديال السياقه كيدينا لشي بلاصه خاويه باش نسوقوا بشويه علينا ونتعلموا بشويه علينا بعيد على الضجيج بعيد على لي زومبوتياج وداكشي. واش ما كتظنش ان هذا الشيء كيفوص لينا شويه داك الجو الحقيقي ديال السوقان والفوضى، ولا يمكن الطريقه الكارثيه باش كيسوقوا بعض السائقين؟ زعما نمشيو للمعمعة ونمشيو لدوك لي زومبوتياج باش نتعلموا احسن وتصعب يصعب علينا الحال، وكل ما سقنا في ظروف صعيبه كل ما تعلمنا نسوق. ولا متفق معك، لان دابا المرشح ملي تيجي للمؤسسه التعليم السياقه تي يعني تيخضع على التكوين النظري، ما تيخضعش للتكوين التطبيقي اللي على حقو طريقو، يعني في دي كونديسيون ديال الشتاء ديال الثلج في لومبوتياج، يعني تياخذ غير تكوين نظري. فملي تيخرج بحال اللي قلنا ملي تيخرج للطريق فتلقى راسو امام واحد حرب ديال الطرق اللي داكشي مغاير كاع على النظري اللي تعلمو. تفضل احمد. نفس السياق ديال الكلام اللي قال حاتم، انا كان عندي ميكرو تروطوار مع الناس نهار الحد ديال كان عقلي ينفعني نهار الحد، وسولت الناس على شنو هو السبب الرئيسي في حوادث السير في نظركم، كل واحد كيعطيني سبب، والاغلبيه ديال الناس قالوا جوج ديال الحوايج، اولا السرعه، ثانيا هذه النقطه ديال التكوين ولا فورماسيون اللي كيتلقاها السائق في مدارس ديال تعليم السياقه. يعني كل شيء قال بانه ما كاينش تكوين، كاين غير داك الشيء كيكون ما عرفش نظري فوالا نظري، كيقول لك راه غير اللي عطى الفلوس كياخذ الرخصه ديال السياقه، هذا موضوع اخر. ولكن معظم الشهادات اللي خديت مع الناس قالوا بان السرعه اولا ثم التكوين ديال مدارس السياقه. فاطمه زهراء. الوغ انايا غادي انا متفقه على حسب الهضره اللي قالوا بجوج بالنسبه للتكوين، الوغ عدم الشموليه ديال التكوين في مدارس تعليم السياقه بالاضافه للمده اللي كياخذ فيها المرشح الرخصه ديال السياقه ديالو، دونك هذيك خصها تخضع للمراقبه، يعني كيخصو يتطبق واحد القانون كيخلي كيفرض على ذاك الشخص سواء كيسوق سواء ما كيسوقش واحد المده ديال عدد معين ديال السوايع اللي كيخصو يخضع عليه قبل ما يدوز الامتحان مثلا باش ياخذ هذاك البيرمي ديالو. وهذا التكوين هذا كيخصو يشمل حتى لي فورماتور اللي كيقدموه في النظري او لا التطبيقي، حتى هما كيخصهم يخضعوا لواحد التكوين باش كيكونوا على درايه على قوانين السير، لان للاسف بعض مؤسسات تعليم السياقه فعلا عندها مدربين ولكن التكوين ديالهم كيكون ناقص سواء في النظري سواء في التطبيقي. وما كاينش مراقبه على هاد لي مونيتور حشيم؟ هو كاين خصاص بعدا في مدربين تعليم السياقه. دابا هاي الدوله فتحت المجال باش يفتحوا مؤسسه تعليم السياقه، ولكن ما عطاتش التكوين للناس باش يوليو مدربين في تعليم السياقه ويخضعوا للتكوين باش يكونوا الناس. يعني هو كاين خصاص دابا، هو مؤسسه تعليم السياقه فتحوا كاينين، واخا هما غير مؤهلين في هذا المجال هذا، ولكن الغالب الله شنو نقول لك لي زوطو ايكول مديمناني واش عندهم واحد الدور كبير واحد المسؤوليه كبيره في السياقه ديال المغاربه، ولا كيبقى عندهم واحد الدور عادي زعما في حال هذا الدور هذا وفي حال المسؤوليه ديالهم قد المسؤوليه ديال السائق بنفسه قد الوعي بالمخاطر ايتترا؟ لا، هي اللوطو ايكول تتلعب دور كبير باسكو راه كنا تندوزوا عليها باش ناخذوا البيرمي، ولكن انا شنو نقول بحال دابا، هي بحال دابا تنشوفوا على ليشلون انترناسيونال، حيت تنهضروا ديما على ليشلون انترناسيونال، ولكن عاوتاني هما اللي عندهم لي زوطو ايكول تيديوك تعلم في لوطوغوت بحال اللي قلتي، تيعلموك في الشتاء في البرد في الثلج في كل شيء، ولكن ايزون دي زيميسيون سبيساليزي. هاد لي زيميسيون سبيساليزي اللي تنكون انا فيهم تيكونوا دي بيلوت منهم نيكولا بروست، منهم ايفون مولير، سيباستيان لوب، دونك كاين تاثروا بزاف على لي بيلوت باسكو هما لي بلوس كونسيرني في لا فيتيس. ولكن حنا اوني دي زامباسادور، علاش باش نديرو دي ميساج هاد لي زيميسيون هادو؟ شتي تيجي يقول لك انت قبل ما تطلع في الطوموبيل وقع لك بحال دابا واحد بحال دابا كنتي غادي وجاك واحد لو فرين، جات تو 120 كيلومتر اور فرينيتي الطوموبيل قدامك فرانات، كيفاش غادي دير تا رياكسيون؟ دونك اوتون كسائق نورمال واخا بلوطو ايكول ديال فرنسا ولا لونجلتيرا غادي تمشي على الفرين ديريكتومون، سي با سا نورمالمون، سي كتشوف عاوتاني لي زاشاباتور ديالك اغوش ادغوات، تو اسي دو تفراني بالطوموبيل بلي رو اون كونتر براك باش تربح لا ديستونس دو فريناج. هادو دي تروك اللي انا كسائق نورمال ما نعرفهمش، حتى غادي نشوف واحد ليميسيون ونشوف واحد السائق تيديرها باش الله يحفظ غدا فين تجيني قبالتي واحد ان بيتون قطع، علاش؟ يمكن ما واعيش، يمكن توقع لك فرنسا وحده مسكينه خارجه من المدرسه ضايخه ولا ما عارفاش القانون كيفاش تقطع، قطعت قدامك انت جاي 100 كيلومتر تو كومون بحال دابا تعاون بواحد دي ريفليكس، سافو با دير ما غاديش تقتلها ولا ما غاديش تمشي للقصيده، ولكن غادي تحاول دو ريدوغ او ماكسيموم
العطب ولكن ما ندويوش على وحده قاطعه الطريق ماشي ندويو لين فريد في لوطوروت ياك مزيان نستافدوا منك انت معنا دابا حاضر معنا مثلا نخرج لك شي حولي ولا شي كلب في الطريق حاشاك وانت غادي بشي نقولوا 120 باش نبقاو في اطار احترام قانون انك شنو دير انا هو اون فاس قريب ليك الكلب ولا الحولي ما غاديش نفكر في لو فران اون برومي و جو بونس كو 99% ديال الناس غادي يفكروا في الفران اون برومي نقد انا نفكر في لاكسيليغاتور وهادشي افيك دي زيميسيون سبيسياليزي اللي تيكونوا تيبين لاكسيليغاتور زعما تزيد تكسيري باش واه اللي تنشاطو تو ديبون ديال بحال دابا كي جا كي لونغل دونك الكلب ايولينا قنيق وصافي لا سي كو تو الكونتورن tu le contournes c'est avec des réflexes ah donc tu tires ou tu évites tu le contournes tu as une démarche parce que là la frénétique tu sais que quand tu freines ton mobile tombe il te dit que fait ma bras fait tu freines ton mobile c'est que tu es spectateur بحال اللي تدير انا غادي نتفرج شنو غادي يوقع alors que fait tu tires بعدا tu contrôles la voiture انت اللي غادي بها toujours ou fin tu cherches à contrebraquer c'est-à-dire que ça fait بقى لك ول la solution تاع اللي بقات لك هي خصك توقف ton mobile باش ما تقيسوش donc cette freine بلي رو c'est-à-dire avec le frottement ديال لي رو le grip وهي فين كزلك طوموبيل لا هي فين تات لي رو على لافون تو بيرميت دو غاني لي كليكبالون ديال 50% ديال الفريناج ما باش تفراني في 100 متر تفراني في 50 متر انا تنشاطر الراي ديال السي مهدي لان الا خرجنا شي حيوان في الطريق شكون هو المهم في حياتنا المهم في حياتنا هو الشخص بذاته يعني اي واحد تيحب راسو يعني الا خرج لك شي حيوان في الطريق بحال اللي قال لك السي مهدي اما يزيد شويه في السرعه ولا يبقى في نفس السرعه ديالو لان الا مشى فرانه ولا دار واحد لو موفمون السياره وهو غادي بسرعه يقدر تقلب به السياره ديالو تقدر تقلب ونزيد واحد المعلومه لان في على الشال انترناسيونال دايرين في مدارس السياقه ديالهم دايرين دي سيمولاتور يعني ذاك لي سيمولاتور تيعطيه سيت اكسيليراتور ديكسبيريونس يعني تيحطوا داك المرشح في لي كونديسيون ديال الشتاء ديال الثلج ديال خرج له حيوان في الطريق شنو يدير قبل ما يخرج للطريق الفعليه يعني تيكون عرف ديجا بزاف ديال لي سيتوياسيون في ذاك لو سيمولاتور وهذا اللي حنايا كمدارس السياقه المغربيه المواطنه كنحاولوا باش نديروا نفس الشيء ان شاء الله دوشي على الحب ديال النفس نقدروا نهضروا على النرجسيه كما شفنا في الزابينغ ديالنا فيما يخص هذه النقطه هذه ديال السائق المغربي بعض المرات عزيز عليه نفسه عزيز عليه راسه عزيز عليه يبين انه واعر انه عايق انه كيعرف يسوق كيفاش كتفسر هذه النقطه هذه واش سلبيه 100% هذه يمكن نسبيه انا قليله اللي تيسوقوا بحال هكذا جو بونس في المغرب واللي تيسوق بحال هكذا نورمالمون عاتاني المغرب خصنا نكونوا عاتاني حلبات عندنا باش هاد الناس هادو اللي عزيز عليهم السرعه ويحجبوا راسو عنده واحد الادرينالين عنده واحد لينيرجي في السوغان اللي خصو يحطو خصو يدير واحد السرعه خصو يحس بالفريناج خصو يحس بلي سونساسيون فورت دونك هذا واحد الموضوع اخر ولكن خصو يكون عندنا حلبات في المغرب اللي هاد السيد هذا يتفضل في واحد الحلبه اللي تيكون عنده واحد ريغلومونطاسيون يمشي بالسرعه اللي بغا ولكن عندك قوانين عندك طوموبيل ديال السرعه عندك سيركوي الله يحفظ لو وقعت لك ولا زلقات بك الطوموبيل ولا درتي اون سورتي ماشي غادي تدخل في واحد تقتل شي ناس ولا تاكل انت في نفسك صدق تو ان سيركوي بيرمانون كاين الحلبات اللي عندنا هما لي رون بوين بعض المرات كندري في شي رون بوين راك شتي هادشي هادي كتعرفو ماشي تنشوف واش نو ما عمرك ما شتي شي واحد دري في الطريق ولا كثيره فرنسيك ما عمرك ما شتي هادشي في الطريق اليوم افيك لا سيكوريتي كيا افيك الحمد لله قوانين السير اللي كاينين جو بونس كو الناس يحترموا زعما هادشي ما تنشوفوش انا بزاف لا فيريتي زعما ما تنشوفوش انا بزاف ولكن سي فري كاين السرعه سي فري كاينه السرعه شحال المره زعما تنشوف الناس يمشيو بواحد السرعه كبيره ولكن عاوتاني هاد الناس هادو باش يديروا السرعه كبيره بحال لي جون خصهم حلبه اللي منها حتى لوطو ايكول تجي تتعلمهم كيفاش يسوقوا كيفاش فهاد بحال دابا الناس ما تيعرفوش عاوتاني شنو هي لو غريب ما تيعرفوش بين هاد الكودرون هذا راه مبدل على هاد الكودرون هذا هاد الكودرون هذا مكلك تفراني فيه السك هاد الكودرون نو ما خصكش تفراني فيه السك سينو الطومبيل غادي تزلق بك هاد البلاصه فيها الصباغه خصك تعرف كيفاش تسوق بها هادشي الناس ما تيعرفوش دونك ديكو حلبه غادي تمكن الناس بحالكم اللي عندهم موطو ايكول وداكشي باش يدخلوا لهاد الناس هادو السايقين اللي عزيز عليهم السرعه اللي عزيز عليهم لي سونساسيون عزيز عليهم زلق بهم الطوموبيل كاين اللي دريفت سي كوا دريفت سافوار لي سونساسيون فورت ديال لاغيير تتصيفطها من اللور وتبقى زعما تو لا في غليسي هاد الناس هادو راه كاين اون ديسيبلين سميتها دريفت اللي كاينه تكون كاينه في الامارات شامبيون كاع ديال الدريفت ماشي اكزاكتومون كاينه دونك هادو فين تخصهم خصها تكون عندكم حلبه
اللي يجيو هاد اللي وكاين دي شامبيون اللي يخرجوا فيهم في الدريفت. نزيد واحد المعلومه سي مهدي، بالنسبه للمرشحين اللي تيجتازوا رخصه السياقه راه ما عندهمش حتى حلبه فين يدوزوا الامتحان، يعني داك شيء عشوائي. يعني الطريق مازال طويله شويه. احمد بالنسبه لك واش صعيب على السائقين المغاربه انهم يحترموا قانون السير 100%؟ السؤال شويه صعيب، لان اولا موضوع مهم بزاف ديال اليوم، لان مهم بزاف موضوع ديال الوعي والمواطنه في الطريق، وربطنا الوعي واستعمال الطريق بالمواطنه ماشي عابثا. لان نبدل لك السؤال اسامه، اسمح لي قاطعتك. واش انت يمكن بحال دابا تو ريسبكت القانون ديال السير 100%؟ واحد القضيه، انا ما عنديش بيرم. ها هنيتي راسك نتايا. والله ما عنديش. انا راسو هما قانون السير حاجه كبيرة بزاف اللي جو بونس حتى واحد فينا ما تيحترمه 100%. ولكن واحد يسمي سا بلاص عاوتاني ديال القانون السير. انت غدا مزروب اسامة، عندك واحد ليميسيون دوا تورني، وعندك واحد 5 مينوت دو روتار، وبليجي ما عرفتش شي بحال دابا 100، هادشي واحد 120. ولكن انت إلا كانت عندك واحد ليكسبيريونس عاوتاني وعارف كيفاش تو ابريون، سادير وقع لك واحد العطب ولا وقع لك واحد ان بتي تروك، سي تو دي ريفلكس جو بونس كو سي بيرمي. راه تنشوفوا بحال دابا دول بحال المانيا اللي عندهم لا فيتيس نون ليميتي في دي زوتوروت، ماشي عطاو لهم باسكو هما باغيين الكسايد ولا اوكي. السرعه كتقتل ميديا، السرعه تتقتل، ولكن عطاوهم عاوتاني الناس يتعلموا، عطاوهم الناس كيفاش يصوروا. ولكن ماشي غير بالسرعه غادي يتعلموا. اون المان هما عندهم دي فيتيس نون ليميتي في لي زوتوروت، جو بونس كو سي لان دي بي ويا لو موان داكسيدون. الطوموبيلات حقيقيين عندهم الطوموبيلات ديال بصح، باش سكو عندهم ليكسبيريونس. سير لوطو يكول بحال تقول تيدوزوها في سيركوي. حتى البنيه التحتيه في المانيا راه ما خصناش نقارنوها مع المغرب، يعني ملي كيمشي كيسوق في المانيا لوتوغوت عرفتي، يعني ما كاين لا حفاري لا حتى البنيه التحتيه اللي زعما نقدروا نقولوا عليها بارفيت. ولكن هنا في المغرب واش هذه البنيه، واش هذه الطرقات هذه غتسمح لي انني نسوق ب 80 في المدينه ولا 70 في المدينه ولا نفوت 120 في لوتوغوت؟ جو بونس با. الوغ في هذه الحاله واخا نقدر نكون كنميتريزي لا فواتير ديالها، ما خصناش نقولها ديال البنيه التحتيه باسكو حنا خصنا نكونوا موجدين راسنا باش بوغ البنايات كلها. مرة الا خرجت لك حفره راه خطر من الحيوان الا خرج. يعني واخا تكون كتميتريزي الطوموبيل راه خرجت لك حفره، خصو يكون عندك عاوتاني لو شون دو فيزيون اسامه باش تشوف هذيك الحفره قبل وتعرف كيفاش تفراني وتعرف كيفاش توقف. جو بونس كو لي جون اللي عندهم بحال دابا لي ريفلكس حيت تهضري اللي عندهم بنايه تحتيه ديال المان جيبهم للمغرب يسوقوا، جو بونس كو غادي يقولوا بنايه تحتيه كاين مشاكل فيها وكاين هذا، ولكن حنا راه زعما اوني بري اسكو اون كوندويس في توت لي كونديسيون جو بونس. المهم بالنسبه لتحقيق الموضوع اللي كيبقى نسبي، حنا ما كنعموش، لان ما يمكنش كل شيء يحترم قانون السير 100%، وما يمكنش عاوتاني نقولوا كاين غير سبب واحد في حوادث السير. علاش ما كنحترموش 100% قانون السير؟ نعطي مثال الحاله اللي انا كنعيشها يوميا بحكم انني كنشتغل في كازا، كندير لا نافيت، ما عنديش بيرمي، ما عنديش طوموبيل، عندي معايا نشري طوموبيل بحالك اللي عندك المانيا. كندير لا نافيت من المحمديه لكازا، كازا من المحمديه لكازا كندير تقريبا 45 دقيقة، ووسط كازا بوحدها كندير ساعتين غير في بشي تاكسي، كيمشي بمعدل جوج سنتيم في 5 دقائق. الزحام والامبوتياج والضغط ديال الخدمة، هنا في المدن الكبرى بحال مثلا الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية اللي فيها الضغط والامبوتياج وهذا، راه كيكثروا المخالفات وكيكثروا معها حوادث السير. واش سي حماد في هذا الامبوتاج اللي كتهضر عليه في الدار البيضاء، واش تشوف شي شرطي اللي تنظم المرور او علامات عموديه بحال الضوء الحمار ولا علامات ديال الحق الاسباقيه تنظموا السير؟ طبيعه الحال. واش تشوفهم كاينين؟ طبيعه الحال كاينين. انا كنمشي للدار البيضاء اما الضوء الحمر البوله خاسر محروقه. ماشي لا ما نعموش ما نعموش ما نعموش ما نعموش. مره في العام كيكون فيروج خاسر ولا ماشي دائما. مره في العام جوج مرات يلا باش نسهلوا شويه. فاطمه الزهراء عندك شي اضافه؟ طبيعه الحال بالنسبه اللي كيخلي المغاربه انهم ما كيحترموش، ولا السبب اللي كيخلي المغاربه انهم ما يحترموش قانون سير 100%، هو في الحقيقه راجع للتربيه الطرقيه، او نقدروا نقولوا الضعف على التربيه الطرقيه، لان هذا السائق هذا اليوم هو كان نتيجه ديال واحد الضعف في الماضي على التحسيس على السلامه الطرقيه. وكيف ما هضرنا قبيله يعني في مؤسسات تعليم السياقه حتى هما ما كيعطيوش واحد التكوين وعلى السلامه الطرقيه. ابسط حاجه مثلا نقولوا مثال يعلموهم او اللي يقولوا لهم مثلا ان حزام السلامه الهدف ديالو ولا الاهميه ديالو ان ضروري كينقص في التاثير ديال حوادث السير القاتله بواحد النسبه ديال 40%. انا كنشوفوا بزاف ديال الناس ما تيربطوش حزام السلامه، هذا اضعف شيء. كذلك بالنسبه لبعض الشباب
كيشوفوا مثلا ان هذيك السياره ديالهم واحد النوع من الرقي والتقدم، يعني كيستعمل السياره ديالو كانه يتباهى بها قدام الاصدقاء ديالو عوض ما كيستعملها كوسيله للتنقل مثلا، كيف كيخليه انه كيبغي يفرض راسو في هذيك الطريق وكيجاهر بانه كيخرق قوانين السير فرحان بها، تيمشي عند صحابه مفخره ويقول انا حرقت ستوب انا اليوم ولا لا. بعد المرات في الطرود كيصور البوطو فيتيز غادي 170 ولا 180 كيبوستها في فيسبوك كيجاهر بها ومفخره له. الوغ هوايه في هذه الحاله ما كيعطيش اولويه للحياه ديالو، بحيث كيعطي الاولويه انه يبان قدام الاصدقاء ديالو كوم كوا راه كومبيتون ككونديكتور الى اخره. عندك بيرمي انت؟ بيان سور وي. صافا في السوغان؟ الحمد لله. شي اضافه مهدي بن لا واش متفق مع فاطمه الزهراء؟ متفق معها بيان سور فاطمه الزهراء. مي نقد نقول لك بحال دابا انا بس كان عزيز عليا واحد يهضر على الناس المغاربه وهذا، ولكن يبدا واحد بالاكزومبل ديالو. بصح بحال دابا انا سي جو بارل دو موا انا جيم بيان لا فيتيس، جو بونس كو الميتي ديالي تيبين كنت عزيز عليا لا فيتيس كو بيلوت وجوردي في بطوله عالميه، ولكن انا الواحد اللي تنحترم بزاف قوانين السير. علاش؟ باسكو هذاك الشيء اللي عزيز عليا تنديرو في حلبه مغلقه، تنخرج من الحلبه مغلقه صافي تنخرج خصني لا فواتور تنخدمها كوم موان دو ترونسبور، تمشي لان بوان ا لان بوان بي، ولكن كون ما كانش حلبه مغلقه كل الناس اللي بحالي اللي محبين في السرعه فين غادي يديروا هذا دونك دوكو تيبقاو ياخذوا دي سونساسيون فورت بحال اللي قلتي تيصوروا لو كونتور ديالهم 170 كيلومتر ولا شي حاجه، ولكن راه يفو سو دير كو كاين دي جون اللي محبين بالسرعه ومحبين بلي سونساسيون فورت، دونك خصنا نشوف هاد لا ديريكسيون ديال الحلبه اللي تكون مغلقه ان شاء الله باش الواحد يدير هاد السرعه ديالو بحال اللي قلتي معطي باش يصور ويقول له انا حرقت في غوج، يقول انا خديت هاد الفيراج ب 200 كيلومتر وهذاك راه خديته ب 80 ولكن المره الجايه خصني نطلع 100 كيلومتر، يدير غلطه راه ماشي سي با ان كريم غلطه، ولكن يديرها في حلبه مغلقه بالقانون ديالها، يدير غلطه راه يخرج من الحلبه مغلقه ويضرب بحال دابا ان تروك ولكن سيكوريزي، عندك واحد 8 متر دو سيكوريتي ابخي شاك فيراج. ماشي حنا عندنا شنو عندنا؟ عندنا تيخرجوا تتعطيهم دابا اليوم تطومبل تكسروا. تو بارلي ديال لومبوتياج، لومبوتياج انا بحال دابا في موسكو قبل لا كورس كنت غادي نضيع لا كورس، درت ليكيفالون ديال 4 سوايع في 15 كيلومتر ايماجين، وصلت ا 5 مينوت افون لو بريفينغ نتاع لا كورس، هادي في موسكو اللي عندهم 6 فوا في لوتوغوت فول، هادي يمكن عاوتاني حتى الناس طومبليت غادي تيكثروا في المغرب، حنا تنشوفوا راه دو بلوز ان بلوز دو اون فوا دو جون افيك دي فواتور. خصنا هاد لي جون هادو اللي هما حنا نعطيهم امكانيات باش يحاولوا يديروا هاد الغلطه اللي غدا في تيجي بحال دابا هو تيخرج مع مسيو تو الموند تيسوق معنا ويدير معنا في المدينه، تيقول انا عندي واحد السونساسيون فورت ناخذها في الحلبه، وديك النهار درت واحد الغلطه قبيحه وخلصتها، ولكن فين؟ في الحلبه، ماشي خلصتها في ان اكسيدون الله يحفظ غراف اللي اثر فيه وياثر في حياته. ما جو بونس كو خص هاد لي جون هادو حنا نعاونوهم. اكزاكتومون، حتى في الحلبه يعني كنعرفوا هو واحد ليسباس اللي كيكون مغلق، حتى لو قام بهذاك الخطا ما غاديش يضر الناس الاخرين، باغ كونتخ ملي كيكون في الطريق راه اسباس بارتاجي مع الناس مع الاطفال الى اخره، دونك ملي كيتسبب في حادثه سياره ما كيضرش غير راسو، كيضر حتى لونتوراج ديالو. واليوم كاين حلبات الكارتينغ اللي تنشوفوا بحال دابا، انا جو دون دي كور دو بيلوتاج، تنجي تتشوف بزاف ديال لي جون تيجي وراه عندهم داك الشيء، صادير كو جو بونس كو حنا كنا جون، غدا انت نعطيوك كارتين نعطيوك احمر شي باني شويه باينه، ما غاديش تقول لي في حلبه انا غادي نحترم، ما تقوليش انا في حلبه غادي نحاول نحترم قانون السير، غادي تمشي افون غادي تحاول تاخذ، ولكن غادي تاخذ واحد لي نوسيون، هاد درابو صفر ديال اللي فو فيغ اتونسيون، هاد درابو بلو يفو ليسي باسي، درابو روج خصك توقف، راه كاين واحد الحوادث في الحلبه، كل حاجه ها هو هاد لا لين خصك ما تقيسهاش، هاد لا لين جون ها لي كوميسير دو فيراج كل واحد، دونك دوكو سير دير اللي بغيتي بحال تقول سي لا جانجل سير، ولكن فين لا درتي غلطه راه غادي تخلصها في الحلبه ما تخلصهاش بارابور للناس، دونك هاد لي جون ما خصناش نقولوا لهم حنا اي فو با لا، حاولوا اون لي زوريونت، هادشي تدير سي كنت محب السرعه ها هو كاين واحد دي دومين ديسي ديال سبور اوتوموبيل، الحمد لله المغرب راه كاين واحد التطور مع الحلبات ديال الحمد لله ديال الكرون بري مولاي الحسن، دونك كاين لونفين ديال سبور اوتوموبيل، راه كون ما كانش عندي هاد لونفين تاع لا فيتيس اللي هما جوبونس اللي كاينه بزاف في لي جون، راه ما نكونش انا زعما بيلوت ديال شامبيون دو موند، واحد يجي وي يقول لهم فوالا ديروا لي سونساسيون فورت
انا الاول تنخرج من هاد لي سونساسيون فورت تمشي كوم مسيو طول الموند عزيز عليا نمشي بشويه عايش نمشي بسرعه باسكو حياتي هي نمشي لو ميتي ديالي هو نمشي بسرعه في حلبه. اذا الرساله ديال مهدي بناني هو انه ماشي عيب تكون عزيز علينا السرعه غير نعرفوا فين نمارسوها نمشيو للحلبه نمشيو للكارتينغ الى اخره ويكونوا مؤطرين حدانا باش نعرفوا المدى والخطوره ديال هذه الصعوبه هذه والسوقان في حلبه ماشي هو السوقان في الشارع العام بطبيعه الحال. الا كانت عندكم انتم قصه مع السوقان ولا مع البيرميم اللي خديتوه وقعت لكم الله يحفظ شي حاجه تسير وما كانش الغلطه ديالكم عطيونا الراي ديالكم عطيونا التجارب ديالكم على فيسبوك الصفحه ديال جينيراسيون نيوز هي جينيراسيون نيوز فيسبوك وعطيونا حتى لي تويت ديالكم باش نقراوهم ونشتركوهم مع كاع على تويتوما ولا ويبوما عبر تويتر وعبر الهاشتاغ جينيراسيون نيوز. نتوجه لحاتيم. حاتيم شنو هي بالنسبه لك اغرب واصعب واخطر تصرف شفتيه في الطريق؟ اصعب تصرف شفتو في الطريق شنو نقول لك وما شفتش بزاف ديال التصرفات في الطريق وخصوصا في الدار البيضاء. تنكونوا انا واحد النهار وقفت في واحد الطريق اللي جاتني بيزار وكان وبقيت تنشوف فيها الطوموبيلات غاديين والكراج جايين في السونس انفيرس الموتورات حتى هما جايين في السونس انفيرس الراجلين تيقطعوا من غير ما هما الراجلين وقع واحد الاختلاط وتكوانسه الطريق وزعما ما فهمتش والو وما كاينش حل ما كتشوفش انه كاين حل واخا تكون الخط متصل وهذا بعض المرات في طرقان في حال هادو كيصعب انك تفهم ولا كيفاش تعرف تتصرف. لا خص في حال الطرقان هادو خص شي واحد اللي ينظم السير يكون شي شرطي المرور ينظم السير ولا اشارات عموديه ولا افقيه اللي تنظم السير فقط. شنو بالنسبه لك حاتم الجانب الايجابي ديال السوقان ديال المغاربه؟ الجانب الايجابي شنو ايجابيات السوقان ديال المغاربه؟ حيت مهدي بناني قال لنا كاينين ما خصناش نهضروا غير في السوقان صعيب السوقان خطير السلبيات واش كاين ايجابي شنو من الايجابيات اللي كتشوف في السوقان المغرب واش كاينه مواطنه واش كاين وعي بما فيه الكفايه؟ شوف ما نقدروش نحكموا على المغاربه كاملين لان الا جينا نحكموا عليهم بان السوقان ديالهم خايب خص شي احصائيات خصنا واحد الدراسه علميه باش نحكموا عليهم فهذاك السياقه ديال المغاربه كتبقى سلوكيات ديال الشخص يعني السلوك ديالو الا كان مواطن وعنده سياقه عقلانيه ومواطنه راه يحترم قانون السير وتحترم السائقين الاخرين فغادي تكون المغرب بصفر حوادث ما كرهناش ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه لك فاطمه الزهراء اسباب الحوادث الاسباب الاساسيه اللي كتصدر حوادث السبب الرئيسي اللي كيخلي ان الحوادث السير كتوقع قلنا لكم يعني كما قلنا هو التصرفات الغير المسؤوله للسائق لان مني كان السائق هو اللي كيتحكم في السياره ديالو طبيعه الحال. انا الانسان مني كيشوف مثلا واحد الطريق اللي غادي فيها مثلا ما كتناسبوش ولا مني كتكون الشتاء مثلا او لا الطريق كيف ما قلنا البنيه التحتيه سيئه الو هذاك السائق كيخصو يعرف يتادبط مع هذيك الطريق كيف في الحاله اللي هي يعني ما يمشيش بسرعه كبيره الى اخره طبيعه الحال غادي يتجنب ديك الساعه وقوع حوادث السير. كذلك حتى في الكومبورتمون ديالنا داخل السياره يعني ما نتجنبوا مثلا نستعملوا مثلا الهاتف ولا لي تيكستو وحنايا كنسوقوا او لا نتجنبوا اننا نهضروا مع لي بيرسون ولا الراكبين اللي كيكونوا معنا في السياره الى اخره. شنو فيها الا جانا شي ابيل نوقفوا واحد 5 مينوت وناخذوا لابيل ديالنا. كاينين ديفو بزاف ديال الحوادث السير اللي وقعوا بسبب ان واحد جاتو ابيل راه عنده شي الله يستر من والديه شي واحد توفى له ولا شي خبر اللي صدمه وخلاه مثلا انه يوقع له حادثه ديال السير. دونك بزاف ديال لي كومبورتمون كلها اللي كيخصها تبدل وبزاف ديال الاسباب كلها كتعلق طبيعه الحال بالسائق. نسينا واحد تفضل النقطه ديال تعاطي المخدرات والكحول وهذا اكزاكتومون. دونك تيبقى الكومبورتمون هو اللي مهم لان الانسان ملي كيكون كيتناول المخدرات ولا كيتناول الادويه اللي كتجيب له النعاس الوغ انا كسائق مسؤول غنعرف غنشكل على حياه ديالو حياه الناس الخطر دونك ما غاديش نقوم بالسياقه وغنكلف واحد اخر هو اللي غادي يقوم بالسياقه بدالي في ذاك النهار. دونك سيرجع دائما للكومبورتمون ديال الكونديكتور. في اخر المطاف مهدي خاص واحد التركيز كبير بزاف باش نسوقوا واحد المجهود كبير بزاف باش نسوقوا كوريكتومون. بيان سور فاطمه الزهراء جو بونس تكلمات على واحد الموضوع اللي مهم بزاف ولكن فوالا هادشي راه كلشي عارفو
ولكن كلشي عارفه، ولكن واش كلشي واش كلشي تيطبقوا؟ جو بونس با، ولكن بحال تنقول هادشي راه لو بارفي راه ما كاينش، زعما اون بارل دو سا راه لو بارفي ما كاينش، مي خص دي كومبان، خص دي كومبان اللي تاثروا على الواحد، اللي تيكونوا قرب بزاف. بحال دابا انا تكلمنا على السرعه، يديروا بحال دابا يمتي كومبان اللي تيجيو الناس يقبطوا. بحال دابا واحد دي جون اللي عزيز عليهم السرعه و زعما يكونوا قرب لو دونجي، نديروا لهم بحال دابا امتي سويفي افيك الحلبه، نجي ونديروا لهم لو كارت دي سونساسيون فورت، ونشوفوا مور هادشي كيفاش غتكون لا سونساسيون ديالهم. بداو جو بونس يعرفوا شنو هي الخطر ديال كل شيء. تليفون مثلا بالنسبه ليك مهدي، ما خصناش كاع نجاوبوا ياك؟ جو بونس كو هذه حاله بيان سور، خص الواحد يكون سورتو في تكون معك عائله وعندك واحد الريسبونسابيلتي كبيره بزاف، الواحد خصو ما يخممش في راسو، خصو يخمم في العائله اللي معاه ولا الاصدقاء ديالو، دونك خصو يكون 100% فوكاليزي في السوغان ديالو. وي دولنا على واحد نشاط تحسيسي درتوه مؤخرا حاتم في مدينه طنجه. دايو اي درنا واحد النشاط بشراكه مع رونو ماروك واللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير واكاديميه ديال التعليم ديال جهه طنجه انجرا، ودرنا قريه ديال السلامه الطرقيه اللي هي الاولى في المغرب ولقات نجاح كبير، وهدفات الاطفال اللي السن ديالهم ما بين 10 حتى 15 سنوات، والهدف ديالها هو تحسيس الاطفال على السلامه الطرقيه، على التربيه على السلامه الطرقيه، وكانوا فيها بزاف ديال الورشات، وانايا كنت يعني كنهتم بلاتولي ديال لو سيميلاتور دوغو، لان هاد الاطفال هادو مقبلين على السياقه ديال الدراجات الهوائيه او الدراجات الناريه، وبالتالي فلقناهم كيفيه الاستعمال ديال كيف قبل كيفيه الاستعمال ديال الدراجه الهوائيه ولا الناريه، خصهم يلبسوا واحد اللباس اللي هو يكون باين في الليل، يديروا الخوذه ديالهم، وحطيناهم في دي سيتوياسيون ديال الطريق اللي ما عمرهم داروها في الطريق، بحال اللي تكلمنا عليها قبيله ديال شي حيوان خارج في الطريق، حطيناهم في دي سيتوياسيون ديال السياقه بالليل، السياقه بالشتاء، وخليناهم هما يعرفوا الاخطار ديال الطريق، لانهم ما عمرهم ساقوا الدراجه الناريه ولا الهوائيه وهما مقبلين على السياقه ديالها. وكذلك الاخت فاطمه كانت مهتمه بلاتوليه ديال الكويز، هي نخليها تشرح لكم. الوغ بالنسبه لهذا الفيلاج ديال سيكوريتي روتيير تكايس اللي تقام هنا في طنجه، كانت بالضبط المده ديالو اسبوع، واللي استفد منه تقريبا 1200 طفل او تلميذ بطريقه مباشره و5000 تلميذ بطريقه غير مباشره. الوغ الهدف الرئيسي بطبيعه الحال هو التوعيه على السلامه الطرقيه، بحيث ان الاطفال كيكونوا هما الاكثر عرضه على الحوادث السير، انه كيكونوا سواء راجلين ولا راكبين او لا سائقين كيف ما قال لك السي حاتم سحيمي، يعني في لي فيلو ولا في لي موتو ديالهم، لانهم باش كيتنقلوا من الدار للمدرسه دونك يستعملوا احد هذه الوسائل هادو. والغريب في الامر اللي تار الانتباه ديالنا هو ان كان واحد التباين كبير ما بين المدارس العموميه والمدارس الخصوصيه، بحيث ان الناس او التلاميذ اللي جاونا من المدارس العموميه ما عندهمش ادنى فكره على التشوير الطرقي ولا علامات المرور، حيث ان الغريب في الامر كنت سولت واحد التلميذه قلت لها من الدار مثلا المدرسه شحال من اشاره، قول لي الاشارات اللي شفتو، كتقول لك انا ما عمري ما شفت اشاره في الطريق، يعني بحال منعدمين ما موجودينش هذوك الاشارات. علاش؟ لان ما عندهمش واحد الوعي باش نوريهم علاش كيصلحوا هذوك الاشارات ونرشدوهم المخاطر وكيفاش يتعاملوا معها في الطريق. وكذلك كانوا ساهموا معنا بطريقه غير مباشره في الاباء ديالهم، ان تصريح ديال واحد الاب ديالو فاش جا لو لوندوما هو ان قال لي انا كنت كنحط الطفل ديالي، يعني العمر ديالو قبل 10 سنين، كنت كنركبو معايا في القدام ديال السياره، ولكن ملي جا الابن ديالي قال لي لا ابابا خصو يكون عنده 10 سنين الفوق عاد يجلس القدام، خصو يكون لور. وطبيعه الحال من المعلومات اللي كنا عطيناهم في الكويز طبيعه الحال، وزياده على بزاف ديال المعلومات اللي خداوها في ديك. ومثلا فيما يخص هذه الحملات ولا هذه الانشطه التوعويه، كيفاش كتعرفوا انها كانت عندها واحد النجاعه وكانت عندها واحد النجاح؟ بطبيعه الحال في يعني من غير من خلال ردود الافعال ديال دوك الاطفال، كما قلت لك يعني بطريقه غير مباشره راه 5000 تلميذ اللي غادي يستافد من هاد الحملات هذه، لان في
المده ديالها كانت اسبوع، يعني في اليوم الثالث واليوم الرابع الى اخره جاونا حتى اساتذه يعني غير معنيين وجاو كيقولوا لنا عفاكم واش ممكن ديروا بحال هذه الحملات هذو ويستافدوا منهم اطفال كثار. علاش؟ لان ملي جاوا لو لوندومان بقاو كيهضروا على هذا الشيء وشنو استافدوا في هذه الحملات الى اخره. دونك طبيعه الحال راه غتكون لقات نجاح. مهدي بن انك شاركتي في الاشهار والحمله التحسيسيه ديال 5 كيلومتر في الساعه، الفرق بين الحياه والموت 5 كيلومتر في الساعه، كل شيء هضر عليها وصايتي روبخي بزاف على الانترنت وعلى وسائل الاعلام بطبيعه الحال كذلك. كيفاش يمكننا نعرفوا ان حمله تحسيسيه ناجعه وناجحه وحده اخرى اللي ما لقاتش واحد الصدى كبير عند المغاربه؟ Je pense que ديك لا كومبان ديجا سي اون كومبان انترناسيونال اللي هي 5 كيلومتر في الساعه. هذيك لا كومبان الحمد لله لو ريزولتا ديالها ايتي تري تري بوزيتيف. جو تيان بعدا فيليسيتي الوقايه محاوديه السير اللي دارت الحمد لله واحد اون سون كو الحمد لله كاين واحد التطور زوين بزاف هاد العوام التاليه باسكو تيعطيو دي تروك بلو سونسيبل او جون سادير كو تيمشيو. حنا ديك لا كومبان اللي درنا ديال 5 كيلومتر في الساعه درنا كومبان غيال سادير كو تتشوفها راه تتشوف الفرق ما بين 60 و 5 كيلومتر و 65 كيلومتر في الساعه تتشوف الفرق ديالها. وحده تضرب السيد اللي قدامها الاخرى ما تضربش دونك وحده تدي القتل وحده ما تديش القتل. دونك هاد لي تروك غيال لي جون تي الميساج تي سي بلو بيركوتون تي 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 تيفهموا الواحد ساهل. حيت لا قلتي لواحد ما تمشيش 60 كيلومتر في الساعه سير 50 كيلومتر في الساعه راه الواحد ما علاش قلتيها ليه وعلاش لا شفنا احنا في لاكسيون. دونك الناس يقولوا دونك كاين الفرق هذيك طومبلات فرانات في هذيك البلاصه بحال الاخرى ولكن الاخرى تتأدي الموت وحده ما تديش الموت. دونك سي بلو بيركوتون بلوس لقينا واحد هي اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير لمسنا واحد التقدم عندها في الاشهارات وتقدم الموس في الاشهارات في التحسيس على السلامه الطرقيه يعني لمسناها بعكس السنوات اللي فاتت فكانت غايبه. حتى هذه الحملات هي كتكون عندها واحد الواقعيه كبيره وحاضرين كسوا في التلفازه في الراديو ولا حتى في انترنت. دونك كنحيوا هذا المجهودات هذه. اذا كتقول مهدي مثلا كل ما كانت الحمله شوكونت واحد الشويه كل ما كانت شويه بروفوك تكون غير كتقيسنا وكنهتموا بها تكون غير غير راه هي وسي دي زوت كومبان ان شاء الله غادي يكونوا على زعما اوتور ديال السرعه. بيان سور لي زافيشاج سون تري امبورطون سورتو انا فين علمتيني واحد الحاجه نتاع لي جون نتاع لي زونفون اللي خصهم بيان سور يكونوا عارفين ان مينيموم فين يقطعوا البلاصه اللي زعما كلهم يتمشاو فيها البلاصه اللي كلهم يتمشاو فيها هذا سي لي باز هادو سي هذا التعليم خصو نورمالمون يكون عندهم هذيك هذه يمكن قبل الالفابي كاع باسكو الله يحفظ راه تصيفط ولادك الناس يكونوا خدامين وتصيفط ولادهم يقراو. دونك هذه باغمي الحاجه المهمه بزاف اي السرعه تنعرفوها هي لو بلو غون انمي ديال لي زاكسيدون. دونك وي السرعه ما نخصناش نخافوا منها ولكن خصنا الناس يبداو يقيسوا فيها يبداو يقولوا هذه راه هادو دي جون اللي عارفين شنو هي السرعه تيقولوا لنا راه فوالا راه ها هو الفرق ها كيفاش تدير في السوغان. اي فو جوست بور مو شنو خصنا حنا خصنا ناخذوا ان بو لو موديل نتاع الانترناسيونال اللي عندهم واحد اون فادير واحد شويه ديال لافونس علينا. هذيك لافونس علينا باغابو حنا اليوم ولات تشوف دي جون عندهم دي فواتور اونتخ لي مان اللي تيجريو اللي فيهم دي شوفو اللي البارك الحمد لله اوتوموبيل في المغرب غادي تيتجدد. دونك مزيان ولكن عطيني الطومبيلات راه غادي تيطلعوا في السرعه ديالهم وتتعطيهم لدي جون اللي تيقبطوا جو بونس لو بيرمي بحال قبل. دونك دوكو خصهم دي زيميسيون دي كومبان غير اللي يقولوا هاد الطومبيل ديالي ها كيفاش ندير لا كانت هادي ها كيفاش ندور بها كيفاش ما ندورش. جو بونس مهمه بزاف. احمد وي دون لو ميم سونس اللي هضروا فيه الدراري هاد الحملات والتوعويه وهذا الحمد لله كنشوفوا خير مثال هما الدراري معنا يعني عمل جمعوي كبير 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 بزاف. كاين عمل على صعيد اخر مثلا اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير كانت الخطه الاستراتيجيه الاستعجاليه المندمجه 2011 2013 حتى هي هذا. كاين عمل غير هذه الحملات هذه شنو ناقصها؟ ناقصها في نظري انا ان نزيدوا نغونفورسيو الفئه اللي كنسيبليوها اللي هي الفئه ديال الاطفال والتلامذ لان احنا صافي راه فات فينا الفوت اللي فيه شي حاجه ما تتحيش منه الاطفال والتلامذ ديال الابتدائي وديال الاعدادي نسيب لهاد الفئه بزاف ونقنوهم المبادئ ديال 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 التربيه على المواطنه واحترام الحياه. هذه حاجه. النقطه الثانيه كتنقص هذه الحملات التوعويه وخصها تقوى شويه هي المتابعه الاعلاميه والتغطيه الاعلاميه
سواء في الاذاعه في التلفازه او حتى في الجرائد بوكو با باش 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 نوصلنا الميساج اكثر ونوعاو بالمخاطر ديال حوادث السير لان حاجه باينه ومعروفه ولكن وذكر. لا بحال دابا حنا في نعطيك واحد ليكزومبل شتي باش نشكر المنظمين تاع الكرون بري ديال الجديده ما عرفتش واش سمعتوا بهذا الكرون بري ديال الجديده اللي داز لو 24 و 25 اوت. دونك سيتي الحمد لله ان كرون بري اللي جاب 8 ديال الابطال العالميين كان مع اللجنه الوطنيه من حوادث السير دونك منظم افيك لو كوميتي ناسيونال دو كوميتي دو بريفونسيون كونتر لي اكسيدون دو لا روت سي سا. لي شفنا دي شامبيون دو موند ان ايفينمون اون كورس اوتوموبيل سادير حلبه في جديده فيها عطل ولكن افيك لا بريفونسيون روتيير. دونك شنو هو لو ميساج نتاع هاد لي بيلوت؟ حنا تنديرو السرعه تنديرو دي تخوك كونتر نو اون سو ديباس اون ايسي ديتر لو بلو فيت اونتر نو ولكن في حلبه وتشوف دي كومبان بحال دابا تو لي شامبيون اللي كانوا في لو كرون بري ديال جديده لو ميساج اللي تيقولو هو فوالا il faut faire attention chaque pilote avait des messages à dire et je pense qu'un spectateur li tikunti tfarrj راه تيشوف بحال دابا ان ايفون مولير ان روبوف شامبيون دو موند 2013 تيقول راه حنا درنا اليوم واحد لا كومبان زعما بور سنسيبيليزي لي جون ها لا فيتيس ممكن نديروها ولكن ها كيفاش تنديروها ها كيفاش ما تنديروهاش جو بونس كو سي بلو بيركوتون دونك فير ان غران بري كاريمون اللي كان افيك لو كوميتي ديال لا بريفونسيون روتيير. اخر سؤال في هذا الموضوع باش ندوزوا للفقرات اللي كيتسناونا فاطمه الزهراء بالنسبه لك كيفاش يمكن لنا كسائقين مغاربه تكون عندنا واحد السياقه مسؤوله مواطنه وعقلانيه بعجاله الى ممكن؟ هو التكوين والتكوين المستمر طبيعه الحال كيف ما السي احمد قال لك حنا فاتنا الفوت طبيعه الحال مازال ما فات الفوت التكوين دائما كيكون خلعتينا صافي دائما التكوين كيكون يعني نعطيو ابسط مثال مثلا ديغنييغمون لي زاني ديغنيي حيدوا الكرارس وداك الشيء من الطريق ولكن شنو باش عودوهم بتريبورتور ومني جينا عطينا لهذاك تريبورتور لذاك السائقين واش عطيناهم شي تكوين طبيعه الحال لا الوغ كيف عاوتاني لقينا واحد المشكل انهم حتى هما كيكونوا واحد النسبه كبيره كيتسببوا في حوادث السير علاش؟ لان ما كانش تكوين، ماشي حيت كبر راه عارف، نو خاصو مازال يعرف واحد المبادئ على السلامه الطرقيه وكيفاش يتعامل فيها في الطريق. شكرا فاطمه الزهراء وشكر كبير وتحيه كبيره للجن والجمعيات ليزوطو ايكول وشرطي المرور واي سائق وسائقه مغاربه اللي كيسوقوا بشكل وطريقه مسؤوله تبارك الله عليهم، والله يكثر من امثالهم والله يحد الباس ونردوا بالنا من الحوادث ومن المخاطر ديال الطرقان. مازال مكملين وندوزوا للمحور الثاني والموضوع الثاني 2.0 معنا هادشي كامل من بعد واحد الفاصل نديروا فاصل ومن بعد نواصل. مرحبا بكم من جديد في الجزء الاول والرئيسي دوينا على حوادث ديال السير دوينا على الوعي في الطريق اما دابا ندوزوا للموضوع لا علاقه مع الموضوع الاول واللي هو موضوع 2.0 الكتروني خاص بانترنت مع فقره جولو بوز اللي اليوم غادي نهضروا فيها مع خالد على الرقابه والرقابه الذاتيه على انترنت نتفرج. I've heard people say that وليدي شو داك الضو الزرق خارج من المشقوف؟ لا والو الوليد غير كنهضر مع صحابي في الفيسبوك. السلام عليكم. الرقابة في الانترنت هي المنع او المراقبة ديال الوصول الى المعلومة او حتى النشر ديالها، فمع التطور الكبير اللي عرفته الانترنت، المراقبة ديال التدفق ديال المعلومات ولا شيء ضروري عند مجموعة ديال الدول والحكومات، وهذا الرقابة غالبا كتكون بالتعطيل او بالحجب ديال المواقع السياسية، المواقع العنصرية، المواقع اللا اخلاقية، والرقابة ايضا كتكون في بعض الاحيان حتى على غرف الدردشة، محركات البحث، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي. يا وليدي كون جات عليا كون غير سدوا داك الفيسبوك، النهار ما طاروا ولادنا مبرقين عينيهم في داك المشقوف. والرقابة ايضا كتمس حتى المواقع اللي كتنتهك حقوق المؤلف بحال الموقع ديال الافلام وديال ستريمين، ولكن حنا المغاربة هذا عندنا ماشي مشكل لاننا عندنا مال الفراشات وحتى سيليكون فالي ديالنا. والرقابة ايضا كتكون حتى بالتصفية او الفلتراج ديال المعلومات اللي باغي تنشرها او حتى المعلومات اللي انت كتقلب عليها. من الدول المعروفة بالرقابة الشديدة على الانترنت كاين عندنا الصين الشعبية انترنت روز فلاخدين الصين مثلا غادي نلقاو اكثر من 2 مليون ديال الاشخاص الخدمة ديالهم فقط هي المراقبة والتجسس على الانترنت. 2 مليون بشاخ سكون ديال جهه سوس ما صدرع. هادشي علاش واحد المجموعه ديال الجمعيات مؤخرا ولات كتنادي بالرفع ديال الرقابه على الانترنت وخصت يوم 12 مارس كيوم عالمي لحريه التعبير على الانترنت. اما هلا هضرنا على الرقابه في الانترنت في المغرب
اما الهضرنا على الرقابه في الانترنت في المغرب صافي صافي غنكونوا موضوعيين. الانترنت في المغرب بصفه عامه كيعرف حريه واستقلاليه مقارنه مع دول عربيه اخرى. العز واخا الكونيكسيون ثقيله ماشي مشكل. فحسب تقرير ديال المراسلين بلا حدود ل 2013 المغرب داز من المرتبه 136 للمرتبه 138 عالميا ديال الدول اللي ما كتمارش واحد الرقابه على الانترنت. زازات انا دخلت وحسب منظمه فريدم هاوس فالمغرب مكراسي هو الثاني بعد تونس في حريه التعبير على الانترنت. العز ولو انه مؤخرا وقع واحد التضييق للانترنت المغربي خصوصا في الفتره ديال الربيع العربي وكذا تم توقيف ديال واحد المجموعه ديال المواقع وحتى ادمينات ديال الصفحات المغربيه خصوصا الصفحات اللي كتنشر الصور الفضيحه. يا خويا شحال كثروا هاد لي باج ديال سكوب. كل مدينه ولات عندها باج سكوب ديالها. دابا واقيلا كل درب بغى يولي عنده باج سكوب ديالو. كما ان شي اشخاص طوعوا من عندهم ولاو كيديروا المراقبه ديال الانترنت وكيسدوا البروفيل ديال اي بنت كيعتبروا انها 16. واش فروسكم بان المغرب هو الدوله الوحيده اللي فيها المقاطعه كتراقب شنو كيتكتب في الفيسبوك وتقدر كاع تجي تدقوا عليك؟ شريف واحد ستاتيو درتي هذا الصباح في فيسبوك سوبريمي عافاك. خويا ما عطيكوش المود باس ديال فيسبوك لا. وما نساوش انه كما كاين الرقابه العاديه كاين حتى الرقابه الذاتيه اي ان الشخص في بعض الاحيان كيتجنب انه ينشر شي معلومات باش يتفادى السخط ديال جهات معينه مثلا ينتقد سياسه الدوله ناقش مواضيع دينيه او ينتقد الفوارق الاجتماعيه. شنو دابا التصويره نشرها؟ لا ما نشرهاش. نشرها واقيلا. لا 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 ما نشرها. نشرها واقيلا. لا 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 شد انا كاع مشطول القرع راسو. والرقابه الذاتيه كنلاحظوها غالبا في الجرائد الالكترونيه فهاد الجرائد ما تبغيش تنشر شي مواد معينه باش ما تحطش فواحد لائحه سوداء او انها تفادى تكلم على مؤسسات او اشخاص معينين لانهم كيحطوا اشهارات عندها وهذا ما نسميه ب وما نساوش ايضا حتى الرقابه اللي كيديروا لنا والدينا على شي مواقع. لهذا انا في نظري خاصنا ندير واحد النوع ديال التربيه على الاستعمال ديال الانترنت خصوصا في المدارس باش نحلوا هذا المشكل ديال المنشورات لا اخلاقيه. ثم خاص دار واحد المجموعه ديال القوانين اللي خاصها تاثر الاستعمال ديال الانترنت وبطبيعه الحال ما خاصهاش تكون مشدده هكذا باش كل واحد يعرف ما له وما عليه فاش يكون كيستعمل الانترنت. اخويا انا الساعه عندي مشكل مع الرقابه ديال الباترون ديالي. واش شاف وطلقوا لنا الفيسبوك في البيسيات ديال الخدمه صح سيدنا اش غادي نقول لكم وقولوا باز وصافي نلقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. تباشوا اذا قولوا بوز مع خالد. الموضوع ديال قولوا بوز ولا الموضوع 2.0 هو الرقابه والرقابه الذاتيه على انترنت. شكرا لخالد ما تنساوش تعطيونا الاراء ديالكم على الصفحه ديالنا في فيسبوك اللي هي جينيراسيون نيوز وحتى على تويتر من خلال الهاشتاغ جينيراسيون نيوز. حاتيم مثلا نتايا شخصيا واش كترد البال على شنو تبوبليي شنو ما تبوبليش على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على الانترنت عامه؟ فبالتاكيد لان واخا عندنا لا ليبرتي في الانترنت يعني نبوبليو اي حاجه بغينا ولكن ضروري خصك تبوبليي شي حاجه اللي هي محترمه وتكون تفيد المجتمع المغربي ولا فاطمه زهره. كاين واحد مثلا واحد الاستطلاع ديال الراي استفتاء داروه في الانترنت على الاحصائيات كيقولوا ان 71% ديال المستعملين الانترنت كيمارسوا الرقابه الذاتيه على نفسهم قبل ما على لي بوبليكاسيون ديالهم. كيفاش كيبان لك هذا الرقم هذا؟ وهو رقم اللي هو طالع ومزيان ولكن انا متاكده طبيعه الحال من ان هاد 71% هما من الناس اللي الهدف ديالهم هو ان يستافدوا داكشي اللي كينشروا يكون استفاده للناس الاخرين وطبيعه الحال كيكون بليدونتيفيكاسيون غير ديالهم همايا. ما تبقى من هذا الرقم يعني كيكونوا الناس اللي كيبيبليو نامبورت كوا وللاسف تحت اسم مستعار ولا ما كيديروش ليدونتيفيكاسيون ديالهم. دونك هنايا اللي كنشوفوه هو ان الانترنت كيتستعمل لواحد الطريقه اللي هي ايجابيه يعني باش نبوبليو شي حاجه اللي غادي تفيد الناس ديالنا. بالنسبه لك الرقابه الذاتيه مزيانه على انت طبيعه الحال. شو الراي ديالك في هذا الموضوع احمد؟ انا بما انك فاعل وناشط في الانترنت. انا عليا زعما كنت كنرد البال بزاف لداك الشيء اللي كنبوبلي سورتو في فيسبوك ولكن مالوغوزمون كيبيراطيو ليا ما عرفتش علاش الكونت اللي صيفطو كيحيدو ليا. الله يسمح لهم من هذا المنبر كنقول لهم الله يسمح لكم خليوا لي الفيسبوك راه خدام به. شنو ياك ما كتهضر في شي مواضيع خاطئه؟ عادي زعما عادي راك شتي لي فيديو البرامج عاديه اجتماعيه لي زارتيكل عاديين اجتماعيين ما فهمتش اخويا. هي ما كايناش حريه التعبير في فيسبوك. كاينه حريه التعبير ولكن الناس ديال البيراطاج هلكونا اش نديروا. بالنسبه لك مهدي بناني كيفاش كتشوف الرقابه والرقابه الذاتيه على الانترنت؟ واش يمكننا نبوبليو اي حاجه ناكسيديو لاي حاجه ولا خصنا نزيرو شويه؟ لا جوبونس واحد يزير شويه باسكو كاين لا في بريفي دو شاكان واحد ما خصوش ياثر فيها ستادير كو مهمه بزاف هذيك لاسونسور خصها تكون جوبونس دو بلوز اون بلوس سيرتو بحال دابا الناس اللي
اللي تي بحال دابا تيديروا دي كونت اللي ماشي ديالهم ديال الناس اخرين اللي تيهضروا بسميتهم وداك الشيء. هذوك بحال دابا الواحد خصو بيان سور دي سونسور تريز امبورطونت اللي يمكن كاع المراقبه خصها تكون اكثر من داك الشيء باسكو كاين بحال دابا دي فو كونت اللي الواحد ما خصوش يكونوا نورمالمون. كاين المشكله والاشكاليه ديال حقوق المؤلف على انترنت على يوتيوب مثلا وحتى على فيسبوك. كاينه كذلك ناخذوا الهويه ديال شي واحد مشهور ولا حتى شي واحد ما مشهورش فامبيراتيو لو كونت ديال احمد ما مزياناش هذه القضيه كذلك. دونك ردوا بالنا ونعرفوا شنو كنبوبليو وشنو كنبوستيو على الانترنت. وصلنا ديجا لنهايه البرنامج نهايه الحلقه. شكرا بزاف حاتيم. شكرا بزاف فاطمه الزهراء. شكرا لك احمد وشكرا لك مهدي بناني. بالتوفيق وبون كوراج. شكرا لكم مشاهدي ومشاهدات ميديا ان سيفي وجينيراسيون نيو. شكرا للجمهور حاضر معنا. شكرا للطاقم الفني والتقني. تهلاو بزاف فراسكم. ما تنساوناش بالاقتراحات ديالكم والملاحظات ديالكم على جينيراسيون نيوز ات ميديا ان سيفي بوان كوم. ما تنساوناش كذلك على فيسبوك جينيراسيون نيوز وحتى على تويتر عبر الهاشتاغ جينيراسيون نيوز. ما نطولش عليكم. تهلاو بزاف فراسكم. تلاقاو السيمانه الجايه وما تنساوش بيناتنا جينيراسيون نيوز.